مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ودي حلقة جديدة من ملفات. القطن المصري هذا المحصول التاريخي ذو الجودة العالية والشهرة العالمية بتولي كل يعني أنظمة الدولة المصرية اهتمام بالغ، وفي ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بقطاع الزراعة والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. في هذا الإطار وضعت الحكومة خطة لتطوير محالج القطن وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية لحلق القطن المصري طويل التيلة طبعا، حتى يعود للمنافسة في الأسواق العالمية. الحكومة عملت على زيادة عدد المحالج لاستقبال كميات القطن الجديدة، لا سيما في ظل ارتفاع المساحة المزارعة من الأقطان طويلة التيلة لنحو 320 ألف فدان، واقتربها تدريجيا من نص مليون فدان في 17 محافظة. لأول مرة منذ نحو 15 سنة بيشير وهناك استبشار باستعادة القطن المصري لعرشه من جديد. حول توسع الدولة في زراعة القطن وجاهزية المحالج لاستقبال محصول الموسم الجديد بتدور حلقتنا في ملفات، ومعانا الدكتور سعد شبلي الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة. فرحب بحضرتك دكتور. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك بحضرتك. مشاهدينا الكرام، قبل ما نبدأ هذه الحلقة بنتوقف قليلا عند شرم الشيخ. نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام نسمع لجزء قصير مما حدث اليوم في شرم الشيخ ونبدأ حوارنا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، انه برعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنطلق في مدينه السلام اليوم في شرم الشيخ فعاليات النسخه الثامنه من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب اللي سيستمر على مدار يومين بمشاركه مكثفه من وفود برلمانيه من اكثر من 60 دوله. المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اكد خلال كلمته اليوم في المؤتمر ان هذا المؤتمر محفل برلماني عالمي مرموق بيمثل الأمل المتجدد في مجابهة ما يموج به العالم من تحديات متشابكة ومعقدة في توقيتات استثنائية في على الأصعدة كافة. أشار أيضا إلى أن الظروف العالمية الحرجة بتحتم إشراك الشباب في تلك المواجهة الاستثنائية للتحديات العالمية. أما فيما يتعلق بقضية تغير المناخ المدرجة على جدول أعمال هذا المؤتمر، بيأكد جبالي أن قضية تغير المناخ هي تحدي استثنائي وخطير ومتعدد الأبعاد والتداعيات السلبية، وما يفرضه على الجميع التكاتف والتحلي بالمسؤولية لمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة. أكد أيضا على أن استضافة مصر لأعمال هذا المؤتمر ووضعها قضية تغير المناخ على جدول أعمالها بيبرهن على إرادة برلمانية مصرية جادة لبرورة جهود برلمانية عالمية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. مشاهدينا الكرام، الآن نتابع مقطع قصير من كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال هذا المؤتمر، ونعود نستكمل حلقتنا مع بعض. لقد وضعت الدولة المصرية نصب أعينها اهتماما خاصا بقضية تغير المناخ باعتباره خطرا عالميا محدقا، مما جعل الخطاب المصري تجاه تلك الظاهرة في مختلف المحافل العالمية يرتكز بالأساس على إرساء مبدأ المسؤولية المشتركة لدول العالم في إنقاذ كوكب الأرض. فحرصت الدولة المصرية على مراعاة قضية تغير المناخ عند وضع سياساتها على كافة الأصعدة والمستويات، عبر رؤية وطنية شاملة تمثلت في إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تسعى لتحقيق أهداف رئيسية
تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة. نبدأ مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مع ضيفي في الاستوديو الدكتور سعد شبلي، أستاذ بمعهد بحوث المحاصيل العقلية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة. برحب بحضرتك مرة تانية دكتور سعد. النهاردة بنتكلم على القطن. مصر مشهورة طبعا الأثار وإلى آخره، ويليها على طول أو إن كان ما يكونش يعني بالتوازي القطن المصري. القطن المصري يعني حتى في الواحد ما بيسافر بره في سكشنز كده كاملة يبقوا فخورين يكتبوا 100% Egyptian cotton. أي نعم. فهل النهاردة وإحنا بنتكلم أنه في جهود من الدولة لتطوير المحالج الخاصة بالقطن وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية، محاولة منها لإعادة مكانة مصر في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير إن شاء الله. والحقيقة القطن المصري يعتبر من السمات الشخصية للدولة المصرية. نعم. من قديم الأزل، والقطن المصري لا زال له السمعة العالمية اللي موجودة، وإحنا افتقدناه فترة من الفترات، وهذه الفترة أنا بعتبرها يعني زي إغماء حصلت. لأنه اللي حصل النهاردة أنا بشبهه ب يعني إفاقة، عودة من جديد لوضعنا الطبيعي. لأن احنا ما ينفعش ما يبقاش عندنا القطن المصري. نعم. القطن المصري احنا كنا وصلنا لمجد يعني يعتبر يعني من أمجاد مصر. انه عالميا كان له ساوند عالي جدا ومطلوب جدا، وفي اليابان بيعملوا من القطن المصري ما يعادل الحرير. حرير بمعنى الكلمة، يعني منتجات تعادل الحرير، يعني قطنية ناعمة جدا. هو فائق النعومة يعني. نعم. القطن المصري عودته يعتبر عودة لمجد الفلاح، ويعتبر عودة لإنعاش الاقتصاد المصري. لأنه احنا يعني عندنا بنملك مقومات السوق العالمي بالنسبة للقطن. فده اتجاه صح 100%، وان شاء الله احنا عندنا امل كبير، لان احنا عندنا الاساس اللي نشتغل عليه. نعم. عندنا اولا المدرسه العلميه اللي هي معهد بحوث القطن. ده معهد متخصص شديد التخصص قطن فقط، في كل ما يخص هذا المحصول الجميل، المحصول الرائع، محصول القطن. وكمان عندنا الخبرات المتراكمه لدى الفلاح المصري، وده بيعتبر حاجه متميزه عالميا انه بيقدر ينتج القطن. والقطن المصري في الدولة في الدورة الزراعية المصرية بيعتبر إضافة جيدة، وبيعتبر كان له دور كبير جدا، لأنه بيتميز نباتيا بأنه الجذر بتاعه متعمق، بنسميه احنا في الزراعة جذر وتدي، يعني بيتعمق إلى الأعماق السفلى من التربة، وبيقدر ياخد منها العناصر اللي لا تصل إليها جذور المحاصيل الأخرى. نعم. فأنا بحقق أقصى استفادة من التربة المصرية بزراعة القطن المصري. فده اتجاه إيجابي وكويس ومطلوب يعني. النهاردة دكتور سعد المحالج الجديدة بتفرق إيه عن المحالج القديمة؟ يعني قيل إنه إحنا في بنتكلم في 200,000 طن بيخرج منها. تمام. والمحالج القديمة مختلفة عنها، يعني ناقد مقارنة، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق في حاجتين. اولا المحالج الجديدة متوائمة مع الاصناف المصرية الحالية اللي موجودة، واللي هي اصناف مصر كلها بتعتبر اما طويلة التيلة او فائقة الطول او فائقة النعومة. ايوه. طول يعني ما فيهاش قصير التيلة، ما فيش عندنا قطن قصير التيلة. أيوة. ده مش موجود عندنا في مصر خالص. فالمحالج الحالية طبعا طاقة انتاجية اعلى ودقة اعلى، بحيث ان انا ارفع
جودة التيلة اللي أنا بتعامل معها بحافظ عليها، وما اقدرش يعني ما اسببش تدهور لنوعيه التيله اللي انا اصلا بتميز بيها. المحالج القديمه كانت امكانياتها اقل، وكانت طبعا بتاثر على القطن الطويل، التيله او الفائق الطول ممكن تاثر على النوعيه بتاعته. فالمحلج الجديد معمول بتقنيه جديده وبكفاءه اعلى عشرات المرات مقارنه بالمحلج القديم. فده تطور مطلوب وكويس ويواكب التطور اللي احنا عايزينه ان شاء الله. القيادة السياسية لها توجه انه تصل المساحات المنزرعة من القطن لنص مليون فدان. ده ممكن يأثر ازاي على المنتج؟ واحنا كنا اصلا بنشتغل يعني على مساحة قد ايه؟ هو طبعا قطن. في الماضي كنا بنزرع مساحة قطن اكبر من كده بكتير. فالنهاردة لما حصل في الفترة اللي هي حصل فيها إهمال للمحصول وما كانش بيزرع بالمساحات المطلوبة، وما كانش التصنيع مواكب للإنتاج، وكان التسويق مهمل، يعني في حاجات كتيرة سلبيات كتير خلت المزارع نفسه ينصرف عن المحصول لأنه كان بيزرعه وما يعرفش يسوقه. فده كان من ضمن السلبيات اللي خلت المزارع ينصرف عن المحصول. فأنا لما بحط عندي هدف استراتيجي إن أنا أصل لنص مليون فدان، هذا النص مليون فدان أنا بعتبره مرحلة أولى إن شاء الله، لأن إحنا يعني هنتقدم عن كده بكتير. وسهل جدا الوصول لنص مليون فدان مع التوجهات الإيجابية اللي موجودة حاليا من رفع سعر، من ارتفاع الطلب على القطن وارتفاع سعر انطار القطن بالشكل اللي احنا شفناه في الموسم اللي فات، ده خلى الفلاح يفوق تاني وينتبه ويدور على المحصول ويزرعه ويجتهد في ان هو ياخد محصول اعلى. كمان الظروف المحيطة بزراعة المحصول اختلفت عن ذي قبل. في الاول الاصناف القديمة كانت بتزيد عن 200 يوم، النهاردة الصنف بقى بيتكلم في 150 يوم، فاصبح فيه فرصة ان هو الفلاح ياخد محاصيل اخرى بجانب محصول القطن. كان زمان لما كان محصول القطن بيتزرع ما كانش بياخد غير بنسميه وش واحد في من البرسيم وبعدين يزرع بعدين القطن. اما النهاردة يقدر يزرع قمح وبعدين يزرع قطن، يقدر يزرع فول او بنجر حتى ويزرع بعديه قطن. فاصبح فيه امكانية واصبح فيه يعني قدرة للفلاح ان هو فعلا يزرع القطن اضافة للمحاصيل الاخرى، لانه مش هيخسر محاصيل تانية. فطبعا هو مع ارتفاع سعر القطن ومع العناية بتسويق المحصول زي ما هو حاصل، الفلاح هيقبل على المحصول ان شاء الله وهيعتني بيه. دكتور سعد، يعني قلنا في بداية هذه الحلقة انه الكل عالميا يتحدث عن القطن المصري، بالتأكيد لدينا اصناف مختلفة هي اللي بتميزنا. هنتكلم على اصناف القطن الموجوده في مصر وايه اللي بيميزها تحديدا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير ونستكمل حوارنا مره اخرى مع دكتور سعد شبلي. ظل القطن المصري على مدى عقود من الزمن يحتل مكانه عالميه كبيره والتي تعثرت لفتره، ولكن بعد توجيهات ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل للنهوض بالقطن والمنظومة الجديدة التي تم وضعها للنهوض بهذا المحصول الحيوي، ساهمت إلى حد كبير في عودة الذهب الأبيض إلى سابق عرشه. وقد تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع بداية عام 2015 استراتيجية جديدة لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، ترتكز على عدة محاور أساسية للنهوض بالقطن المصري من جديد، لعل من بينها استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومواكبة النضج والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، بجانب تنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة وشرح أهم الاحتياجات البيئية والعمل على إنتاج قطن خالي من الملوثات. وقد أنجزت الدولة 3 محالج مطورة تمهيدا واستعدادا لموسم جني القطن قبل نهاية العام الجاري 2022. المحالج الجديدة مزودة بمعصرة لزيت بذرة القطن ومعمل التحليل ومبنى إداري وآخر خدمي إلى جانب المرافق الأخرى. ويعد القطن المصري طويل التيلة أفضل أنواع الأقطان،
ولذلك يحتل مكانة تصديرية عالية بين دول العالم كافة. وتتزايد التوقعات هذا العام بأن يبدأ القطن المصري أو ما يطلق عليه الذهب الأبيض رحلة العودة إلى عرشه مجددا في وقت تطمح فيه البلاد دفعه نحو العالمية من خلال إجراءات للنهوض بزراعته وتسويقه. تمتاز الأصناف الأقطان المصرية بسمات خاصة بها، وهناك محاولة لاستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاج ومقاومة للآفات وغيرها من الملوثات والشوائب. دكتور سعد شبل، أستاذ بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة، حضرتك يا دكتور سعد، النقطة المهمة، أو إحنا بنقول مصر وقطنها يعني سنين طويلة، ايه اللي بيميز فعلا القطن المصري غير هو طويل التين؟ احنا عارفين الجزئيه دي، ان احنا عموم الناس، لكن ايه اللي بيميزها بقى بشكل متخصص؟ بشكل متخصص حضرتك، زي ما قلنا، مصر لا 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 تزرع الا القطن طويل التيلة. في عندنا اصناف، الحقيقه احنا عندنا مدرسه عريقه جدا اللي هي معهد بحوث القطن، فيه برامج تربيه متقدمه جدا، وفيه برامج للمعاملات الزراعيه، والحقيقه مربيين اصناف احنا اتفقنا انها كلها طويله التيله. ففي اصناف تناسب وجه قبلي، الاصناف دي بتتميز بقدرتها على تحمل الحراره العاليه، خدت بال حضرتك، والانتاج العالي تحت هذه الظروف. وفي اصناف، طبعا الصنفين اللي بيجودوا في وجه قبلي، الصنف جيزه 95 وجيزه 98، دول الاثنين بيزرعوا في وجه قبلي، دول مناسبين للجو هناك، مناسبين للجو هناك، وطبعا فيهم طول التيلة عادي، وزيادة الانتاجية تحت ظروف الحرارة العالية. إضافة لذلك عندنا أصناف برضو طويلة التيلة مناسبة لمحافظات الدلتا، اللي هو جيزة 94 وجيزة 97، ودول أصناف عالية المحصول ويناسبها الرطوبة اللي موجودة في الدلتا، ويناسبها درجة الحرارة اللي موجودة في الدلتا. في أصناف أخرى عالية الجودة بنسميها أصناف فائقة النعومة. وهذه الأصناف فيه طبعا فائقة الطول، أصناف فائقة الطول، وفي أصناف فائقة النعومة مع طول التيلة. الأصناف فائقة الطول بتزرع في المحافظات الساحلية، ودي بيناسبها هذا الجو، عشان هي بتحتاج رطوبة عالية وبتحتاج درجة حرارة أقل. أيضا الصنف فائق النعومة ده، عندنا صنفين فائقين النعومة، اللي هو جيزة 93 والصنف القديم اللي هو جيزة 45، ودول برضو بيزرعوا في المحافظات الساحلية، اللي هي بتتميز بزيادة الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة، علشان تدي للتيلة إمكانية أكبر وتحافظ على نعومة هذه التيلة. طبعا ده تنوع جميل جدا مش موجود في أي دولة من دول العالم بتتميز به مصر. ومع هذا التنوع الرائع في نوعية الأقطان، ده بيدينا فرصة أكثر لاحتلال السوق العالمي مرة أخرى بالنسبة للقطن المصري إن شاء الله. الدكتور سعد، مين الدول المنافسة لينا في هذا المجال؟ يعني القطن موجود في بلاد ايه بتقدر بتصدر زينا، وايه هما يتفوقوا علينا في حاجه، ولا ما فيش حد يتفوق على القطن المصري في العالم كله؟ الحقيقه القطن المصري له جودته اللي لا يضاهيها اي قطن في اي دوله في العالم. وصلوا لانها تكون متوسطه الطول في التيله، انما طول التيله اللي عندنا في مصر ما بيوصلوش له في اي مكان في العالم. والكواليتي نفسها، الكواليتي بقى، والكواليتي ايضا اللي عندنا ما بيوصلوهاش. ولكن من الدول المنافسه عندنا الهند. طبعا امريكا عندها القطن قصير التيله، ده هم بيتميزوا فيه، مختلف خالص. والهند بتعتبر من الدول المنتجه للقطن، وبيحاولوا نفسه. والحقيقه برضو اسرائيل بتحاول ان هي تنتج قطن برضو، بحيث ان هي تتنافس يعني، وده وضع طبيعي لازم نحطه في اعتبارنا. ولكن احنا عندنا البيئة بشكل عام مناسبة لإنتاج القطن بشكل جيد، وعندنا المدرسة العلمية موجودة وجاهزة. والحقيقة
يعني أنا بأحييهم على مجهوداتهم على الحفاظ على دماء القطن المصري والحفاظ على السلالات والأصناف وتطوير الأصناف بما يناسب الدورة الزراعية المصرية وبما يناسب الفلاح اللي هو عايز ينتج أكتر من محصول في موسم في المواسم الزراعية صيف وشتوي، لأن القطن القديم كان بيضيق على الفلاح الإنتاج فما بيخليش ينتج غير برسيم فقط أو عروة فول يعني مبكرة وبعدين يزرع القطن بعدها. أما حاليا الأصناف الحالية بتتميز بزيادة الإنتاجية بأن عمرها أقل وأن هي بيقدر أن هو يحقق محصول عالي في العمر القليل اللي هو موجود حاليا. يعني على ذكر يحقق قد ايه، ايه اللي يخليني لو انا فلاح ولدي قطعه ارض، ايه اللي يخليني ازرع قطن؟ ايه الحافز بالنسبه لي؟ الحافز عن المحاصيل القطن. انا هقول لحضرتك. هو زي ما قلت هو بيخدم الدوره الزراعيه، والفلاح يعلم تماما ان هو لما بيزرع قطن ويزرع بعديه على سبيل المثال قمح او حتى برسيم بتكون انتاجيته اعلى من لما يزرعه بعد محصول اخر. الفلاح هيقبل على المحصول لما يطمئن لان منظومه التسويق ماشيه صح، وان هو هيزرع محصول ويقدر يبيعه في الوقت المناسب وياخد السعر المجزي اللي هو يقدر يمشي به اموره يعني. فهيقبل على المحصول زي ما حصل السنه دي. لما زاد سعر القطن بدأ الفلاح فعلا يدور على المحصول وبدأ الدولة بتاخده من الفلاح. حاليا في زيادة طلب، حصل زيادة طلب على القطن الموسم اللي فات، وده دفع المزارع ان هو ما يسيبش يعني لوزة قطن واحدة في الغيط. زمان كان المزارع لما ما بيعرفش يسوق المحصول بيسيب المحصول في الحقل من غير ما يجمعه، لانه كانت التكاليف ما بيقدرش يغطيها. يعني تكاليف الجني نفسها ما كانش بيقدر يغطيها، فكان بيهمل في المحصول. فطبعا الفلاح اقبل على المحصول حاليا، والسنه دي في موسم زراعه القطن اتجه ان هو بالفعل يدخل القطن عنده ويزرع القطن ويتبناه يعني. دكتور سعد، يعني السيدز البذور نفسها بتاعت القطن يعني مشكلتها في الجودة أو المناخ المصري، يعني ممكن حد أي بلد تانية تاخد الحبوب دي أو بذور دي تزرعها. تمام. اللي بيخليها مختلفة عندنا هو جونا ولا طريقة زراعة فلاح مصري، لأنه أقدم طبعا مزارع في التاريخ أو فلاح في التاريخ، وإيه اللي بيخلي ما هي ممكن حد تاني يشتغلها، ليه عندنا احنا مختلفة؟ هقول لحضرتك أي محصول في الدنيا عبارة عن تركيب وراثي، تراكيب الوراثية واللي هي بتميز كل صنف من الأصناف، والبيئة اللي بتزرع فيها هذا التركيب الوراثي. احنا في مصر البيئة بتاعتنا بتدي فرصة لهذا التركيب الوراثي انه يعبر عن اقصى ما عنده من صفات، فبيطلع عندنا المحصول بصفات الجودة المصاحبة له تحت ظروف البيئة المصرية، ودي بتكون أفضل صفات وأفضل جودة. إنما لو اتزرع في أي بيئة تانية مش هيدي نفس الجودة، ما يديش نفس الجودة. لا مش هيدي نفس الجودة، لأن فعلا احنا كان أعتقد في الستينات من القرن الماضي في كذا دولة حصلت على البذور، على البذرة عادي. صحيح. البذرة مش البذرة تتزرع في مكان آخر ما تديش نفس الإنتاجية، مش نفس الإنتاجية، نفس الكواليتي، نفس النوعية، ممكن تدي إنتاجية بس ما تديش نفس الطول، يعني إنتاج غزير وكل حاجة، ما تديش نفس الطول بتاع التيلة ولا نفس النعومة ولا نفس الكواليتي أو النوعية بتاعت التيلة. أنا كنت فاكرة حكايه ان القطن الناعم انه ده بيدخل في مراحل بروسيسنج كتيره، او يعني بيشتغلوا عليه، لكن حضرتك بتقول انه من الاساس هو القطنه نفسها بتبقى ناعمه. في عندنا حاجه اسمها فائقه النعومه، يعني صنف من صفاته الوراثيه انه يدي نعومه فائقه تحت ظروف معينه. الظروف ديت عباره عن زياده الرطوبه، زياده نسبه الرطوبه، وانخفاض درجه الحراره او اعتدال درجه الحراره عن لان زي ما حضرتك قلت ان احنا عندنا في الصعيد وعندنا في دلتا، وده ليه جو وبيطلع حلو حسب ارض المنشا بتاعتها او الزراعه والدلتا. وانا عايز اوجه نظر اخواننا الزراع برضو انه ما حدش اصلي النهارده اصبح في تواصل ما بين ابلي وبحري، وممكن يكون حد في بحري له قريب في ابلي فياخد من عنده بذره يزرعها في بحري،
انا بحذرهم من هذا الاجراء لان ده اجراء مش مطلوب، لان كل ده في ضرر يعني. طبعا في توزيع مناطق، في توزيع صنفي يعني، كل صنف متوزع في منطقه طبعا ده بيبقى بمعرفه المتخصصين في المحصول والمتخصصين في وزاره الزراعه. كل صنف متوزع من خلال مديريات الزراعه على المنطقه اللي هو مناسب فيها واللي هو يجود فيها. نعم. فانا يعني بوجه نظر اخواننا الزراع انهم ما ينقلوش بذره من محافظه لمحافظه ولا من مكان لمكان حفاظا على النقاوه الصنفيه للاصناف في المحافظه بتاعتنا. انا هحب ارجع لهذه النقطه مره اخرى دكتور سعد، استوضح من حضرتك حاجه، لكن بنضم الينا عبر الهاتف الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعه والمكافحه الحيويه كليه الزراعه جامعه الزقازيق. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. دكتور محمد منى شكري والساده الضيوف ومعالي الاستاذ الدكتور سعد بشكل رئيس قسم وحوش الارض مركز التربيه الزراعيه والساده المشاهدين والساده خلف الكاميرات. الله يخليك ويبارك فيك. اهلا بيك يا دكتور محمد، ده نورتنا في الحلقه دي يا دكتور. لكن سعادتك العالميه. دكتور محمد، نتحدث اليوم عن يعني الخطه، وضع اليه او خطه لتطوير معالج الاقطان في مصر، تزويدها باحدث التقنيات الحديثه بالتأكيد لمحاولة منها لاستعادة ما كانت عليه مصر منذ سنوات، يعني تحتل المركز الأول على مستوى العالم في القطن طويل التيلة. حضرتك بتشوف هذه الخطوة إزاي؟ قراءتك ليها إيه؟ سؤال وجيه السياسة العالمية. طبعا القيادة السياسية من 2014 حتى 2022 بذلت قطارة جهدها في تعظيم وتطوير قطاع الزراعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بداية من تدشين المشروع مليون ونصف من الفدان، وصولا الى مشروع الدلتا الجديدة، مشروع مستقبل مصر الزراعي، واخيرا وليس باخر دور القيادة السياسية بالاهتمام بزراعة القطن طويل التيلة، وايضا زراعة الاقطان الملونة، وتطوير وافتتاح وتشغيل حوالي 3 معالج باعلى تكنولوجي قبل نهاية 2022 بتكلفة استثمارية حوالي 380 مليون جنيه. طبعا السياسه العالميه دي اصبحت المعالج الان معالج القطن جاهزه لاستيعاب القطن الناتج من المساحات الجديده. احنا طبعا زرعنا في 2021 حوالي 237 الف فدان، ان شاء الله 4 سنين نستنى يكون زارعين ان شاء الله 350 الف فدان في 2022، في 320 الف فدان في وجه بحري و30 الف فدان في وجه ابلي. طبعا متوقع انتاجيه عاليه جدا ان شاء الله تصل الى 2 مليون امتار هذا الموسم، ومن المتوقع وصول المساحه لحوالي نصف مليون فدان ان شاء الله في الفتره القادمه. طبعا سؤال سعادتك وجيه جدا جدا، دور القياده السياسيه في تطوير المعالج وتطوير طبعا معالج القطن ومقاول الغزل والنسيج. طبعا القطن المصري محصول اقتصادي سياسي في نفس الوقت، ولكن للاسف المساحه اللي كانت مزرعه في زي ما حضرتك تفضلت في من دقائق كانت حوالي 2 مليون فدان في الستينات والسبعينات. المساحه ديت كانت تنتج حوالي 10 مليون امتار من تلك المساحه، ولكن المساحه تقلصت الى حوالي 250 الف فدان والانتاجيه قلت في العقود السابقه. طب قلت ليه في العقود السابقه؟ لان طبعا كان في ارتفاع باهظ في مستلزمات الانتاج، انخفاض سعر الامتار، بالتالي لا يحقق هامش ربح للفلاح في الفتره السابقه. اهملنا تطوير صناعه الغزل والنسيج، اعتمدنا على تكنولوجيا الجيل الاول في المعدات والميكنات، والجيل الاول ده طبعا غير قادر على انتاج خلوط او الياف عاليه الجوده من القطن المصري، في حين ان المصانع الثانيه في الخارج شغاله في الجيل 14. الى ان جاءت قياده حكيمه وتوجيهات من القياده السياسيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور قطاع الاعمال ووزاره الزراعه ووزاره الصناعه والتجاره والتموين والتجاره الداخليه، وايضا صندوق تحسين الاقطان واتحاد مصدري الاقطان في عودة القطن المصري طويل التيلة أو الذهب الأبيض لكي يستعيد بريقه من جديد خلال تلك الفترة. طب الدولة عملت إيه؟ الدولة الآن اهتمت بتطوير منظومة صناعة القطن المصري، طورت المعالج وإنشاء مصانع جديدة من مصانع الغزل والنسيج في المدن الجديدة مثل الروبيكي والعمرية والنوبارية والعاشر من رمضان والإسماعيلية. إقامت 6 معالج بتعمل بأحدث التقنيات الحديثة، منها 3 معالج مطورة تقع في الزقازيق عندنا في الشرقية وقصر الزيات وقصر الدوار، والتي سوف يتم افتتاحها وتشغيلها خلال 2022 الحالي إن شاء الله. ليس هذا فقط في الإعلامية هنا هانم، بل أصبح كل محلج مزود بمعصرة لعصر واستخلاص زيت القطن. أيوه
لان المفترض هذا الموسم ان شاء الله انتاج ما يقرب من 40,000 طن زيت من بذور القطن وحوالي 200,000 طن بذره. بالنسبه لمحالج المحلج عندنا في الزقازيق المطور ده تم تركيب احدث الماكينات باعلى تكنولوجي بتكلفه حوالي 125 مليون جنيه. محلج كفر الدوار طبعا تم تطويره بتكلفه استثماريه حوالي 132 مليون جنيه. ايضا القياده السياسيه تبنت تطوير واقامه 6 محالج بتعمل باحدث التقنيات في مجال الحلب والغزل والنسيج. طبعا نصيب الوجه البحري مميز شويه، تم انشاء وتشغيل حوالي 5 محالج في الوجه البحري ومحلج واحد في الوجه الابلي. الخمس المحالج في الوجه البحري هي الزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات والمحله ودمنهور، ومحلج واحد في الوجه الابلي يقع في الفيوم وده محلج مطور تم افتتاحه العام السابق من القياده السياسيه في 2021. لذلك تبلغ الطاقه الانتاجيه للمحلج الواحد يا منى هانم 5 طن على الساعه باجمالي 200,000 طن يعني حوالي 4 مليون امتار، وهذا ما يعادل ضعف الطاقه الانتاجيه للمحالج القديمه. حيث تتمتع ايضا المحالج الحديثه المطوره ايضا بانتاج اطقان عاليه الجوده، اطقان نظيفه خاليه من الملوثات والشوائب، لان المحالج تعمل اليا ودون تدخل يدوي او تدخل تقليدي. ايضا يمكن تتبع الاقطان من باركود، اصبح الاقطان المصريه في المحالج لها باركود لمواكبه الحديث في الصناعه العالميه. كما تحدثت ايضا انه تم الحاق المصانع غزه والنسيج بمعاصر لانتاج البذور من القطن، ايضا انتاج الزيت، انتاج الاعلاف، انتاج المنسوجات. والسبب الذي يطرح نفسه ذات الاعلاميه مهم جدا جدا. ليه الاسباب اللي ادت الى زياده المساحه المزروعه بالقطن في مصر هذا العام؟ ليه المساحه زادت 650,000 فدان عن العام السابق؟ السبب الرئيسي اولا هو ارتفاع سعر انطار القطن وصل حوالي 6000 جنيه جيزه 96، سرعه حصول الفلاح على مستحقاته الماليه بعد التوريد مباشره، ايضا دور الوزاره والقياده السياسيه في توفير تقاوي وبذور معتمده خاليه من الامراض وسوء توصيل الفلاح. ايضا تحقيق اعلى هامش ربح للفلاح نتيجه توريد الامطار القطن، توفير مستلزمات انتاج الفلاح من تقاوي ومعدات موجودات اسمده، اهتمام الدوله باقامه وانشاء ايضا محالج ومصانع غزل ونسيج جديده على اعلى تكنولوجي بقيمه اجماليه تصل الى 380 مليون جنيه. ان شاء الله في مشروع مستقبل مصر الزراعي اللي القياده السياسيه وجهت هيتم زراعه 5000 فدان قطن طويل السيدة في 2023، وان شاء الله هيتم زراعه حوالي 15,000 فدان قطن طويل السيلة في 2024. والسياسه الاعلاميه لازم اوضح على حته مهمه جدا جدا، في ظل التغيرات المناخيه، في ظل التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحراره المشهوده الحاليه سوف ترتفع انتاجيته لوحده الفدان طبعا. نعم دي نقاط مهمة جدا، تقل انتاجيتها ما عدا محصول القطن فقط تزيد انتاجيته 17%. لذلك مصر ارضها صالحة جدا جدا الفترة القادمة لزراعة مساحات اعلى واكبر من القطن لزيادة الانتاجية 17%. كل المحاصيل هتتأثر بالتغير المناخي ما عدا القطن الوحيد هو الذي لا يتأثر بالتغير المناخي بل انتاجيته هتزيد. والله يا دكتور محمد حاجة وضحت لنا اكتر نقطة مهمة جدا، منها النقطة الأخيرة دي انه احنا يعني مع التغيرات المناخيه وازدياد حراره الارض الا ان احنا مصر ان شاء الله ستحتفظ بمحصول جيد جدا عالي الجوده من القطن لن يتاثر بهذه التغيرات المناخيه. وحضرتك قلت برضو ان كان في تصور ان في السنوات الماضيه انه الناس كانت فاكره ان القطن عندنا اختلف ما بقاش عالي الجوده، لكن حضرتك وضحت ان هو كان لا يعني كان الانتاج هو اللي يعني انخفض لكن الجوده ما زالت فائقه الجوده وعاليه الجوده، وانه ما فيش لدينا ملوثات ولا لدينا شوائب. بشكرك شكر جزيل الاستاذ الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعه والمكافحه الحيويه كليه الزراعه جامعه الزقازيق، شكرا لانضمامك لنا عبر الهاتف. بشكرك شكر جزيل شكرا دكتور محمد. نعود الحديث مرة أخرى مع الدكتور سعد شبل أستاذ بالمركز بحوث الزراعية. دكتور سعد يعني النقاط اللي نور عليها الدكتور محمد مهمة جدا الحقيقة. أي نعم بالضبط. خلينا نرجع للحديث مرة أخرى دكتور سعد فضل. حول أنه مصر لها دور ريادي
في انتاج وزراعه الاقطان الملونه. يعني احنا كلنا يعني بالنسبه لنا احنا الملونه دي حاجه عجيبه. القطن ابيض. اي نعم اي نعم. يقول لك ده عامل ابيض زي القطن. تمام يعني. تمام تمام. ايه بقى موضوع الاقطان الملونه وايه رياده مصر فيها؟ الحقيقه زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا مدرسه عريقه للقطن في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعيه. وهذا المعهد المتخصص فيه المربين على اعلى مستوى. والقطن الملون ده تربيه. يعني ان انا اربي صنف يتميز بان هو يعني وراثيا ينتج صبغات مختلفه الالوان. زي يعني إيه؟ يعني ينتج قطن ملون، قطن اصفر او قطن اخضر او قطن. وده معناه ان انا كده مش محتاجه بقى لمرحله الصبغه بقى. ما هي دي هتبقى ده حاجه ناتشرال، حاجه طبيعيه، حاجه طبيعيه. وال يعني لازم الفراسه بقى ان انا احافظ على جوده طبعاً. التيله و متاثره باللون وكميه المحصول. طبعا هذا النمط او التكنولوجيا هي تكنولوجيا جديده. وطبعا هي حاجه واعده ان شاء الله ان هي تدينا دولة تعمل ده بالتاكيد. الحقيقه مصر يعني لها رياده في حاجات كتير. يعني احنا مش اقل من اي حد والله، بس لما بتتوفر الامكانيات والظروف بننجح والإرادة. بننجح ونتفوق والاراده بالتاكيد، ويكون في اراده واخلاص يعني. صحيح. فالحقيقه ده طبعا اتجاه جيد. ولكن له محاذيره انه لازم يتعمل في حدود تحت الكنترول، يعني علشان عمليه الخلط ما بين هذه الاصناف والاصناف البيضاء ممكن ان هو ينتج عنه مشاكل. فطبعا انتاج القطن الملون لازم يكون باحتياطاته الواجب اتخاذها، بحيث ان انا يبقى عندي سيطره على التراكيب الوراثيه ان هي ما تختلطش بالتراكيب الاخرى اللي انا عايزها. يعني دي نقطه. وحضرتك قلت منذ قليل نقطه تانية، انه المزارع نفسه بلاش ياخد بذور من يعني من منطقه لمنطقه تانية. يعني الصعيد خليها في الصعيد والدلتا خليها في الدلتا، ده ممكن يعمل مشاكل كبيره في المحاصيل في الاخر. بالتاكيد بالتاكيد. ان كل صنف متخصص في منطقه معينه ما نقلهوش اوديه منطقه تانية علشان ما اعملش لخبطه في التراكيب الوراثيه اللي عندي. هستاذنك دكتور سعد ان نطلع نتابع التقرير زميلتنا فاطمه الزهراء، ونعود نستكمل حوارنا مره اخرى. تولي الدولة القطاع الزراعي أهمية خاصة تأكيدا على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك تبني مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها، تحقيقا الأمن الغذائي في ظل توجيهات ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتستند استراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم في تخفيض الفجوة. فعلى صعيد محور التوسع الرأسي نجد أنه يتركز على استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى وأصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي وأصناف تتلائم مع التغيرات المناخية، مع زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي. أما فيما يخص تطوير البنية التحتية فهناك المشروع القومي للصوامع وزيادة السعادة التخزينية، والمشروع القومي لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وتطوير وتحديث نظم الري وتبطين الترع والمساقي. وتستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية والاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير وتطوير وتحسين الإجراءات الداعمة. وأصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية عبارة عن محاصيل وسلع تحقق اكتفاء ذاتيا منها وبها فائض للتصدير، ومحاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي. وتستمر الجهود لرسم خريطة مصر الزراعية من جديد لتوفير ما يلزم مصر من محاصيل استراتيجية. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونستكمل حديثنا مع دكتور سعد شبل. دكتور سعد، يعني في اتجاه الآن طبعا من قبل القيادة السياسية أنه لدينا فاتورة استيراد كبيرة. تمام.
وهناك يعني استراتيجية أو خطة للدولة نقلل هذه الفاتورة، فاتورة الاستيراد. وبالتأكيد عشان نعمل ده لازم يبقى لدينا إحنا محاصيلنا اللي تكفينا، لدينا خاصة وإحنا نتحدث عن محاصيل استراتيجية. تمام تمام. جهود الدولة في هذا الإطار للحد من الاستيراد. تمام. الحقيقة للحد من الاستيراد يجب أن أنا أعمل منظومة تصنيع تصاحب كل محصول. يعني إحنا هنطور محصول القطن إن شاء الله وهنرجع للقطن، يبقى لازم ما صدرهوش خام، لازم أصنعه. لأن أنا هعمل حاجات عالية الجودة بالفعل هتعوض لي يعني هتوزن لي ميزان المدفوعات بتاعي، بحيث ان انا يبقى عندي تصدير اعلى. القطن ممكن يطلع منه مفارش عالية الجودة، يطلع منه منتجات ملابس عالية الجودة، وهيبقى عليها اقبال جدا شديد في الخارج. يعني في حاجات يطلع منها حاجات عالية جدا في السعر، بحيث ان هي تعمل لي توزن لي الموازنه بتاعتي وتخلي عندي التصدير اعلى من الاستيراد. هذا هيكون برضو المحاصيل الاخرى زي التمور وزي المحاصيل الموالح والمحاصيل البستانيه وخلافه، لما اعمل منظومه تصنيع تناسب كل محصول هقدر ان انا اضيف خدمه للمحصول وما اصدرهوش زي ما هو كده، لان كل قيمة مضافة يعني. كل ما حطيت قيمه مضافه كل ما كان العائد بتاعي اعلى بكتير من ان انا اوديها زي ما هي كده. دي مطلوبه يعني. حضرتك قلت نقطه مهمه قوي دكتور سعد، انه في بعض الدول في اقليميا يعني في المنطقه قايمه بشكل كبير في موازنتها العامه على إضافة المنسوجات. أيوة. انها بتعمل ملابس. أيوة. وبتصدر. أيوة. الملابس دي. أيوة. أيوة. وببراندات وهكذا. أيوة. أيوة. وكان يعني الحقيقة أن احنا مصر هي اللي لابد أن تكون هي لها المكانة الأولى في المنسوجات. بالتأكيد. بالتأكيد. وفي التصدير الملابس والمنسوجات، لأن احنا لدينا أقطان، لدينا. أيوة. تاريخ طويل في التصنيع في هذا. أيوة. المجال تحديدا. أيوة. أيوة. وعندنا جودة عالية. ده عندنا المحلة الكبرى دي مدرسة كبيرة في إنتاج المفروشات طبعا والملابس الجاهزة. حقيقي ممكن يطلع منها ما لا تتخيلي وتصدر مباشرة على طول، ودخل دخل كويس للبلد يعني. فالخبرات موجودة. صح. والإمكانيات موجودة. وأنا ينقصني أن أنا أدعم هذا القطاع، أدعم قطاع التصنيع، بحيث أن أنا أعلي الجودة وأعلي الكمية اللي هتنتج، بحيث أن ده كله يدخل في التصدير إن شاء الله يعني. يبقى احنا بنتحدث انه المنظومة التصنيع في مصر لابد ان يعني تتعامل مع هذا الامر بشكل محتاج. طب خلينا نشوف تقرير ونرجع نتكلم مع حضرتك دكتور سعد على فكرة ان المراكز البحثية لها دور مهم جدا. طبعا. في هذا السياق. أكيد. نتابع هذا التقرير نستكمل كلامنا مرة اخرى مع الدكتور سعد. يشهد قطاع الزراعة حاليا طفرة غير مسبوقة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القطن المصري، وذلك من خلال التوسع في المساحات المزروعة منه وفي كل أنحاء الجمهورية مع استنباط أفضل السلالات وتوفير كل إجراءات حماية زراعية. وفي هذا الإطار تواصل الحكومة استعداداتها لتطوير المحالج وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية لاستقبال الموسم الجديد للقطن. خطة النهوض بمحصول القطن دي خطة بدأ تقريبا من 2015 بالضبط، لما نادت القيادة السياسية وقالت يجب ألا نصدر ما ننتجه خام كما هو إلى الخارج. وبدأنا في هذا التوقيت بعمل يعني خطة ثلاثية بتشمل أكثر من وزارة. احنا كوزارة الزراعة زي ما حضرتك بتتكلم كرقم واحد علينا ان احنا بنتكلم عملية احلال وتجديد للاصناف الجديدة اللي كانت موجودة. لو قلنا بالضبط ايه اللي تم بالارقام، القطن من 10 سنين كان لا يمكن يزرع بعد قمح، كان بيتزرع بياخد تقريبا حوالي 200 يوم، النهاردة القطن بيتزرع بعد قمح، بنتكلم في محصول خفضنا من عمره في الارض اكتر من حوالي 30 ل 40 يوم، وصلنا 40 يوم في الوجه القبلي و30 يوم في الوجه البحري، ده كله بيترجم لفلوس. لما بنتكلم ان القطن كان بياخد من 4000 و5000 متر مكعب ميه، النهارده بنتكلم ل 3000 متر مكعب ميه.
لما النهارده القياده السياسيه بتنادي ان احنا نروي ري بالتنقيط، بنتكلم النهارده ان احنا المقننات المائيه اللي محصول القطن تحت نظام الري بتاعت حوالي 2000 متر مكعب ميه، وممكن في الري بالرش توصل ل 1800 و 1900 متر مكعب ميه. اذا المساله النهارده كلها ماشيه في اتجاه النهارده كلها رقم واحد زياده المحصول، توفير في كميه الميه اللي موجوده، المحافظه على الكواليتي. خطة الحكومة لتطوير المحالج تستهدف تشغيل 3 محالج مطورة قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تصل إلى 308 مليون جنيه لاستيعاب الزيادة في محصول القطن الموسم الجديد بعد زيادة المساحة المزروعة منه. دور وزارة الزراعة وتوفير التقاوي النقية لمزارع القطن، رسم الخريطة الصنفية والمحافظة على السلالات بتاعة القطن والتقليل تداولها في السوق. وفي الفترة الأخيرة إن احنا كسرنا الارتباط السلبي بين الانتاجية والجودة، وبقينا نطلع دلوقتي على الأصناف الجديدة كلها الانتاجية بتاعتها عالية، وبتوع الفترة قللنا فترة الماتوريشن أو فترة نضج المحصول، بحيث دلوقتي المزارع بيقدر ياخد محصول شتوي كامل. نبتدي إن احنا بننتج يعني نمى مختلفة ونمى عالية ونمى برضه منخفضة بالنسبة للأوبن إند. بعد ما بنغزل القطن عموما بنبتدي ان احنا بندخل نطلعه على المعامل، بيختبر تكنولوجيا، بيختبر بقى متانه الشله، متانه الخيط المفرد، بنشوف الانتظام بتاعه والصفات الفيزيائيه. في النهايه بنبتدي ان احنا بندي المعهد نفسه يعني تقرير بالاصناف نفسها، ان هل فعلا ان ده يعتمد كصنف او ان هو يتوقف، ويبتدوا ان هم يدوروا على اصناف بديله. استراتيجيه شامله تتبناها الدوله حاليا للنهوض بزراعه القطن المصري حتى يسترد الذهب الابيض عرشه محليا وعالميا. لا تقوم الدول إلا ب يعني الصناعة والزراعة اللي بتعتمد عليها من محاصيل. التعليم هو أهم شيء في أي منظومة، التعليم التعليم التعليم، وبالتالي مراكز البحثية في أي دولة هي الأهم على الإطلاق، لأن هي اللي بتخرج الدراسات اللي بيبني عليها قطاع الزراعة وقطاع الصناعة. دكتور سعد، المراكز البحثية في مصر الخاصة بالمحاصيل الزراعية ومحاولة ان احنا محاصيلنا الاستراتيجية تحديدا نعتمد على محاصيلنا احنا في الداخل ولا نعتمد على الاستيراد من الخارج، الدور اللي بتقوم به المراكز البحثية؟ الحقيقة مركز البحوث الزراعية هو قلعة العلوم البحثية الزراعية. نعم. هذا المركز بيحتوي على مدرسة لكل محصول. يعني لو جينا يعني عندنا معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ده بيشمل أقسام، قسم بحوث الذرة، يعني الذرة كمحصول له قسم يختص بكل ما يخص هذا المحصول، قسم بحوث الأرز، ده كل هذا القسم يخص كل ما يتعلق بمحصول الأرز على مستوى الجمهورية. نعم. قسم بحوث القمح وهكذا. وهكذا كل محصول له قسم متخصص، ده عبارة عن دار الخبرة الخاص بالمحصول. ولدينا دكتور ولدينا الكوادر والابحاث وعلميا لله الحمد متميزين يعني. لا طبعا احنا حتى دكاترتنا مستشارين لدول كتيره جدا لله الحمد يعني. الحمد لله. على اي حال بشكرك شكر جزيل دكتور سعد شبر، استاذ بمعهد بحوث المحاصيل الحقليه التابع لمركز البحوث الزراعيه وزاره الزراعه. بشكر حضرتك شكر جزيل لوجودك معنا في هذه الحلقه، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. دمتم في رعاية الله.